اللي يعمل صالح يقول قول حسن ويعمل صالح، عليه أن ينسب صلاح عمله لا لابتكار ذاته. يقول ده أنا عملت كده لأنني مسلم وديني قال لي كده، تقوم ترفع دينك عند الناس. إنما لما تعمله من غير ما تقول إيه بترفع نفسك، إنما تقول وقال إنني من المسلم، أنا بعمل كده لأني مسلم. أدي معنى وقال إنني من المسلم، بعمل كده لأني إيه؟ لأني مسلم، مش بعمل كده من ذاتي. لأن الإنسان لما يعمل لذاته صحيح هياخد تقدير المجتمع، إنما ملوش حتة في البقية. ولذلك لما سئلنا في سان فرانسيسكو بقى الذين ابتكروا الأشياء واخترعوا الأشياء وعملوا الحضارة دي تودوهم النار وتقولوا ما لهمش إيه؟ نقول له إيه؟ لأن اللي عمل كده ما فيه باله ما فيه ربنا. والإنسان يطلب أجرته من اللي عامله، وهم عملوا للدنيا وللناس، أهم عملوا لهم تماثيل وعملوا لهم كذا وعملوا لهم كذا وذكريات وكل يوم يعمل، لكن في الآخر ما عملوش لله. ولذلك شفت بقى الكبتة اللي بتحصل لهم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هذه أول العمل. وبعدين الحتة تانية بقى، أعمالهم في الخير كسراب. واحنا عارفين السراب هو ما يخيل للرائي من ماء، كل ما يقرب منه ما يلاقيش ماء، اسمه سراب. أعمالهم أي في الخير كسراب بقيعة بصحراء، ظنوا ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيء. بس يا ريت دي بس وخلاص، إنما شوف اللي جاي، لم يجده شيئا ووجد الله عنده. فوجئ بأن في إله ما كانش في باله ينحصر ولا ما ينحصر، ما كان بيقول الكلام ده كله كده، وفوجئ بوجود إله. يقدر يقول له اداني أجر، هيقول له أنت ما عملتش ليا، أنت عملت للدنيا وقد قال، ما فعلت ليقال وقد إيه؟ وقد قيل. يبقى كل عمل صالح يقول عليه الإنسان يقول أنا عملت كده لأني إيه؟ لأني مسلم. ساعة ما تقول لأني مسلم تلفته إلى جمال الإسلام. نعم.